رئيس الجمهورية المؤقت يلتقي عددا من رؤساء الأحزاب السياسية. أهالي معتمدية الفوار من ولاية جبلي يدخلون في إضراب عام. جمعية القضاة تشخص الوضع القضائي الحالي وتحركات القضاة في الفترة القادمة. احتجاجات جديدة بالعراق وتأييد لنوري المالكي بالجنوب. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من قناة حنا بعل. استقبل رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي بقصر الرئاسة بقرطاج ثلة من رؤساء الأحزاب السياسية في محاولة لتحقيق التوافق الوطني. التقرير لعبد المجيد الغندور، التصوير لشمس الدين جراب. على إثر المبادرة التي دعا إليها رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي لإطلاق حوار وطني من أجل تحقيق التوافق حول القضايا المصيرية التي تهم الشأن الوطني السياسي، التقى رئيس الجمهورية ثلة من رؤساء الأحزاب السياسية الذين أجمعوا على دعم مبادرة الحوار ومناقشة القضايا الرئاسية للمرحلة الانتقالية. بخصوص النقطة الأولى المتعلقة بالندوة اللي جمع كل الأحزاب للبحث عن توافقات، كان رأي المؤتمر اللي قدمته للسيد رئيس الجمهورية هو كونه فما مسألة مستعجلة اليوم اللي هي الاتفاق على تاريخ الانتخابات. كل المسائل الأخرى فما مسائل أخرى مهمة، على سبيل المثال مسألة نبذ العنف، مسألة الالتزام بالديمقراطية، جملة من النقاط، التوافق حول الدستور، حول القانون الانتخابي، كلها أشياء مهمة. دار الحديث حول الحوار الوطني الذي يجمع الرئيس الدعوة إليه حوارا تطرح فيه المشكلات الكبرى في البلاد حتى تهدأ الأوضاع العامة. أجرينا حوار يهم الوضع في تونس وأفاق الخروج من هذا الوضع، وأني أعتقد أن المحادثة كانت جدية وكانت مفيدة وإن شاء الله ترجع بالفائدة إلى تونس. الوضع دقيق، الوضع صعب، ومسؤولية الجميع تقتضي أننا نتعاون لما فيه مصلحة تونس ولحل خاصة المشاكل الموجودة في البلاد اقتصادية واجتماعية وغيرها. نفذ أهالي معتمدية الفوار من ولاية جبلي إضرابا عاما مفتوحا على خلفية وضعية الطريق الجهوية الرابطة بين دوز والفوار والتي يسمونها بطريق الموت. التقرير للهادي بوصفة، التصوير لعادل شهباني. دخل أهالي معتمدية الفوار من ولاية جبلي أمس في إضراب عام مفتوح على خلفية وضعية الطريق الجهوية الرابطة بين هذه المعتمدية ومعتمدية دوز والتي يصفونها بطريق الموت، مستدلين بعدد الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء الحوادث المرورية القاتلة. هذا وتوقف العمل بكافة المؤسسات الإدارية باستثناء المؤسسات الصحية، كما أغلقت جميع المتاجر والمقاهي. الشريان الأصلي للجهة هذه هو الطريق، الطريق هذا منذ 8 سنوات على الأقل، وهم يماطلوا فينا في كل سنة يقولوا تنطلق الأشغال. آخرها السيد الوالي وهو مسؤول على الجهة جي في الشهر اللي فات وقال شهر 12 تنطلق الأشغال في الطريق هذا. الطريق هذا شي يسموه وقت اللي تيجوا يتحدثوا في ولاية جبلي يقولوا طريق الموت. أهالي المنطقة يهددون بغلق شركات البترول والغاز المنتصبة هناك. السلطة الجهوية سعت لإيجاد مخرج لهذا الوضع قبل أن تتطور الأمور من خلال دعوتها الأطراف المحتجة للتحاور، إلا أن هذه الأخيرة تؤكد أنها ملت سياسة الوعود. وفي سياق رده عن مطالب أهالي المنطقة حول الطريق الجهوية، أكد لحبيب الجريدي ولي جبلي أن السلة الجهوية وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة سعية لإتمام كل الإجراءات الترتيبية المتعلقة بإعادة إنجاز هذه الطريق. تمويل عن طريق البنك الأفريقي للتنمية الباد، ثم احنا هذايا وقت اللي نسقت اليوم الصباح مع السيد المدير العام للجسور والطرقات مساله الطريق هذه مهمه جدا، ونعرفوا اللي الاهالي عندهم الحق في المشاغل نتاعهم، وان حرصين كوزاره كسلطه جهويه وكسلطه يعني على مستوى وزاره التجهيز لتنفيذ وتعبيد هذه الطريق. نظم اتحاد عمال تونس صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، طالبوا خلالها وزير الشؤون الاجتماعية تفعيل التعددية النقابية باعتبارها واقعا محتوما، داعين إلى ضرورة تنظيم الحياة العامة بكل حيادية وتجرد. تقرير محمد علي العياري، تصوير مراد طرابلسي. التعددية النقابية
قد لا يختلف اثنان في مسألة وجودها في تونس ما بعد الثورة، لكن يختلف الكثيرون في مسألة تفعيلها على أرض الواقع وتعامل السلطة معها. احنا فتي معناها اليوم نحب معناها نبلغ صوتنا اننا موجودين هنا، واحنا فتي معناها اليوم اتحاد عمال التونسي اللي اصبح معناها فتي يبلغ عدد معناها فتي معناها مخرطيه اللي فوق 150 الف مخرط، واصبحنا رقما صعب لا يمكن تجاوزه مهما كانت معناها فتي الاحوال ومهما كان السبب. عمال تونس احد الاطراف النقابيه، ومن خلال وقفه احتجاجيه امام وزاره الشؤون الاجتماعيه طالب الوزير بالاسراع في تفعيل التعدديه النقابيه. كان الاتحاد وحده ماخذ مكانه وحده، توا ثم عدة نقابات وعدة معناها تعددية نقابية، ولذا هذه الوقفة الاحتجاجية هذه موجهة رأسا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والإطارات متاعو. كون عادل ولا غادر، كون عادل ولا غادر. موضوع التعددية النقابية وما مدى تفعيلها على أرض الواقع هو أيضا موضوع تنتقده الجامعة العامة التونسية للشغل. موجودين في الواقع، ولكن التعددية النقابية للأسف الشديد تتعرض للعراقيل الكبيرة، وهذا يتحمل مسؤولية السلطة وزارة الشؤون الاجتماعية بصفة خاصة. الحرية النقابية تعني حق الشغيلة في الانتماء للتنظيم النقابي اللي يتماشى مع صالحها. إلى حد الآن للأسف الشديد التعامل إلا مع نقابة واحدة، وهذا غير مقبول. الاتحاد العام التونسي للشغل أعرق النقابات المهنية، كان له رأي في هذا الموضوع. بعد الثورة طرحت بشكل مهوش منظم، ولكن بشكل فيه أحيان مزايدات وفيه أحيان ردود فعل وفيه أحيان محاولة لإضعاف الاتحاد العام التونسي للشغل. من حيث المبدأ الاتحاد العام التونسي للشغل في التعدد النقابية ما عندوش اعتراض، على أساس على قاعدة أن تكون هذه التعددية تخدم مصلحة العمال. التعددية النقابية الموجودة تو هي حق ورد وهي باطل، هي محاولة من بعض الأطراف لإضعاف الاتحاد العام التونسي للشغل، ولكن أنتم تعرفوا الاتحاد العام التونسي للشغل ما ينجمش يضعف بهذه التعدديات المفتعلة وهذه التعدديات اللي تخدم إلا أجندات معينة وإلا لأغراض معينة، لا تخدم المصلحة مصلحة العمال، لا تخدم الحركة النقابية، ولا تخدم مفهوم التعدد النقابي بمفهومه الشامل بمفهومه المطروح مثل ما تنص عليه المواثيق الدولية والقوانين الدولية. معنا السيد عبد العزيز أجعادي الأمين العام لاتحاد عمال تونس. سيد عبد العزيز أهلا بكم. عفوا، الأمين العام المساعد لاتحاد عمال تونس، أهلا بكم. شكرا على الاستضافة. سيد عبد العزيز، خلال الوقفة الاحتجاجية اتهمتم وزارة الشؤون الاجتماعية بسياسة المكيالين، وبعد التعامل معكم كطرف نقابي ما هو تعليقكم؟ والله يا المكتب التنفيذي لاتحاد عمال تونس في اجتماعه العادي وبعد التشاور مع هيكلنا الجهوية والقطاعية، نعم، دعونا إلى الوقفة الاحتجاجية لهذا اليوم. نعم. وذلك ردا على مواقف وزير الشؤون الاجتماعية المحازة والغير عادلة، والتي لم يضب معناها مواقفه يدعو إلى ضرب الحركة النقابية. نعم. ويدعو إلى تغليب في معناها منظمة على أخرى. وفي رأينا إحنا، في رأينا بعد معناها استشارة مطولة مع هيكلنا النقابية، ونتبين من وزير الشؤون الاجتماعية ماهوش قاعد متناغم مع التعددية النقابية بعد ثورة 14 جانفي. نعم، تحدثتم عن اتهامكم للحكومة بتفعيل القرارات والاتفاقات الدولية المتعلقة بدعم اتحادات العمال. طبعا احنا ثم بعدها قوانين، ثم مناشير، ثم القانون التونسي المشرع التونسي معناها اعترف وموجود معناها نص على التعددية النقابية، وهذا تنص عليه القوانين التونسية من مجال الشغل، من عقود مشاركة، من القوانين الأساسية، من حتى القانون العام. نعم. والموثيق الدولية تقر التعددية النقابية، وكل معناها حكومة أو غيرها تجي ضد المبدأ هذه معناها فهي ضد إرادة الشغالين وين حق الانتماء. نعم. أخيرا سيد عبد العزيز، كيف تنظرون إلى مسألة العقد الاجتماعي الموقع يوم 14 جانفي الجاري؟ شكرا لهذا السؤال. احنا شخصيا تفاجأنا في نشرة الأخبار
تاع بالامس وانه الحكومه واتحاد الشغل واتحاد الصناعه والتجاره اجتمعوا وقاعدين يتباحثوا ويدرسوا في عقد اجتماعي خاص مع اجتماع خاص بتونس وباش يقع الامضاء فيه يوم 14 جافي. نعم. ولكن هما غايبين، لكن هذا معناها هالعقد الخاص هذا يهم الانتاج ويهم العمال ويهم تونس. راهو الناس هذه يلزمها تعرف وانه اتحاد عمال تونس اصبح اليوم معناها يشكل ثقل كبير وعنده ما يفوق 150 الف منخرط. نعم. من جميع الفئات ومن جميع. نعم. القطاعات ومن جميع الجهات. نعم، شكرا لكم. السيد عبد العزيز الجعايدي الأمين العام المساعد لاتحاد عمال تونس، كنت معنا، أهلا، شكرا لكم. شكرا. عقدت اليوم جمعية القضاة بتونس ندوة صحفية بقصر العدالة، وتأتي هذه الندوة في إطار الإعلان عن الوضع القضائي الراهن وتنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن استياء القضاة من سوء الأوضاع وترديها. التقرير لدرساف الجبالي، التصوير لمحمد علي بوليلا. نظمت جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية بمقرها الكائن بقصر العدالة، وذلك لمناقشة الوضع القضائي الحالي والإعلام عن التحركات التي سينظمها أعضاء الجمعية في الفترة القادمة. في هذا الإطار أكدت روضة القرافي نائبة رئيس الجمعية على استياء القضاء من تردي الأوضاع الراهنة في البلاد على مستوى المرفق القضائي، وبالتالي تنظيم وقفة احتجاجية ليوم العاشر من جانفي من سنة 2013 أمام مقر المجلس التأسيسي للمطالبة بالنظر في نقائص وفراغات المؤسسة القضائية. الندى الصحفية اللي نعقدوها اليوم حبينا يعني نطلعوا من خلالها الرأي العام على يعني كيفاش نقول أوضاع القضاء، وعلى يعني خاصة موضوع احتجاجنا يوم غد أمام المجلس الوطني التأسيسي. الوقفة الاحتجاجية هو يعني زيادة التحسيس فيما يتعلق بالإسراع بتركيز الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي للخروج من هذه الوضعية من الفراغ المؤسسي، وضعية يعني عدم استقلال المؤسسة القضائية. كما عبر بعض الأعضاء عن آرائهم في وضعية القضاء التونسي الحالية والمستقبلية. هذا اليوم يحتضر معناه أكثر من أزمة، مستقبلنا ومصيرنا مجهول. إذا كان توا مانيش باش نقفوا وقفة واحدة، احنا نراهنوا على المجتمع المدني، المجتمع المدني متاعنا قوي. نحب نقول للمواطن التونسي راه استقلال القضاء ماهيش امتياز للقاضي، راهي هي حق لكل مواطن. راهي الاستقلالية مش معناها تغول قضاة كما يقع التسويق له دولة قضاة، هذا كله مش صحيح. استقلالية هي أن القانون يكون فوق الجميع. ناقشت اليوم كونفدرالية مؤسسة المواطنة الصعوبات اللوجستية التي تواجه المؤسسات وإرساء المناطق الصناعية، وذلك خلال يوم دراسي أكد خلاله وزير الصناعة محمد علي الشخاري أن 60 منطقة صناعية جديدة سيتم إرساؤها قبل موفى السنة الحالية. تقرير نهل الحبشي، تصوير إبراهيم الجوادي. أقر وزير الصناعة محمد علي الشخاري ببعض الصعوبات الإجرائية التي تعطل سير إرساء المناطق الصناعية، ودعا رجال الأعمال إلى الاستثمار والتعريف بمشاغلهم. نجموش حتما نستجيب للناس كل في كل منطقة، ولكن احنا على كل جاهزية باش نستجيب اللي نجمو نستجيبوا ليه اليوم قبل غدو. ورجائي وتوجه كل المستثمرين، إذا ثم مستثمر اليوم عنده مشروع ومتعطل على منطقة صناعية في أي موقع من طراب الجمهورية، فأنا أترجاه يتصل بي في الليل قبل النهار. وأكد في ذات السياق وزير الصناعة أن 60 منطقة صناعية جديدة سيتم إحداثها قبل موفى 2013 24 منطقة وقع إنجازها، وإن شاء الله من الموفى هذه السنة يكملوا 60 أخرين، وفي المئة واحد اللي عنا 60 و24 يوالوا 80، وبحول الله منا في بداية 2014 يكمل البقية. ومن جانب آخر عبر بعض رجال الأعمال عن الصعوبات التي تعترض المؤسسات خاصة على مستوى المناطق الصناعية، في حين دعا بعضهم إلى التسريع في تغيير القوانين. صعوبة أنه أمثلة التهيئة العمرانية لم تخصص فضاءات أو أراضي مخصصة للمناطق الصناعية، وبالتالي أي مستثمر خاص أو الوكالة العقارية الصناعية تضطر لبحث عن أراضي خارج مثيل التأهي. شين جر عنه هذا ينجر عنه طول الإجراءات الإنجازية. لازم آلية جديدة أو قانون استثنائي جديد
لحل إشكاليات هذوما المناطق الصناعية. مناطق صناعية ناقصة، مناطق صناعية حالتها رثة ويلزمها تتصلح تجديد، وبعض مناطق في البلاد اللي ما فيهاش مناطق صناعية ولا فيها معناها عدد قليل ياسر. أكدت الأمينة العامة لمجلس التعاون الأوروبي جابرييلا دراغوني على مساندة تطلعات الشعب التونسي للكرامة والحرية. جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدت أمس بالعاصمة والتي خصصت لتقديم أولويات التعاون بين تونس وأوروبا. تقرير عبد المجيد الغندور، تصوير إبراهيم الجوادي. اقترح مجلس أوروبا في ندوة صحفية بعد إمضاء مذكرة تفاهم بينه وبين تونس، اقترح مدى يد المساعدة وتبادل الخبرات والتجارب لتسهيل عملية الانتقال الديمقراطي في تونس. أول مرة في تاريخ مجلس أوروبا يفتح مكتب خارج البلدان الأعضاء. هناك دعما ماليا مهما يتعلق ببرامج تكوينية تخص ما أسميه الثالوث المقدس، وهو حقوق الإنسان، دولة القانون والديمقراطية. الأمينة العامة المساعدة لمجلس أوروبا جابريلا داركوتي ترى أن ضروريات إنجاح التحول الديمقراطي بتونس مرتبط لا محالة بثلاث مستويات: تفعيل قانون حقوق الإنسان، واستقلال وشفافية القضاء والإعلام، ومقاومة الفساد. نحن نعمل في مجالين: الأول يعتني بالنجاعة والشفافية لكل التونسيين من أجل استقلال المنظومة العدلية، نحن بصدد التقدم في هذا المجال. المجال الثاني يعتني بمسألتي الحقوق والفساد. هذه الظاهرة تجتاح عديد الدول وهي خطيرة، ويجب أن تختفي كل أشكال الفساد لأنها تمثل عارضاً كبير أمام الاستثمار بالخارج. وفي خضم الربيع العربي والتحولات السياسية التي تشهدها بلادنا، يبقى أهم تحدي تواجهه الحكومة وينتظره الشعب التونسي منذ ما يزيد عن عام: استكمال صياغة الدستور. على الصعيد الوطني أيضا، تواصلت صباح اليوم مسيرة الغضب بمدينة القصرين التي امتدت أسبوعا كاملا في مسيرة ضخمة جمعت كل أهالي الولاية احتجاجا على ما اعتبروه تأخر مشاريع التنمية. تقرير ببكر الجمودي، تصوير جاد منصري. امتدادا لأسبوع الغضب بولاية القصرين، انتظمت صبيحة اليوم مسيرة ضخمة لكل أهالي الجهة وبإشراف كل أطياف المجتمع المدني، وذلك احتجاجا على تأخر مشاريع التنمية بالجهة. التنمية، نحن التنمية احنا مش عاملين لين، ما عملوش لين حد شيء. انا كمواطن انا عامل، انما انا واحد من القصرين ونخدم نلقط في خبز ياك ولا قروض، ما عطونيش حتى. هي الحكاية قاعدين فهمتني، في اليوم في غدوة ما فهمش حد شيء جديد. المتظاهرون جابوا أغلب شوارع الولاية رافعين شعارات ضد الحكومة وعدم اهتمامها بولاية القصرين، خاصة فيما يتعلق بالوعود الوهمية التي لم تتحقق على أرضية الواقع. 8 جانفي 2013 ذكرنا ب 8 جانفي 2011 شيء ما تغير، والقصرين أبارين تعاني من التهميش، تعاني أيضا من الحقرة في تاريخها وفي التنمية وفي مختلف المجالات، في الصحة وفي التشغيل وفي كل شيء. ومن المطالب الأساسية التي ركز عليها المتظاهرون ملف الشهداء والجرحى، هذا الملف الذي تأخر تفعيله أكثر من اللازم، وهم مصرون على نيل حقوقهم كلفهم ذلك ما كلفهم. للأسف الجديد كان القبور بتاع الشهداء، هذا اللي تم جديد في القصرين. إلى الأخبار العالمية، حيث أغلق العراق معبرا حدوديا مع الأردن بعد أن أغلق متظاهرون سنة طريقا سريعا إلى سوريا والأردن في إطار احتجاجات حاشدة تتحدى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الائتلافية. وذكر مسؤولون محليون في الأنبار أن الحكومة المركزية أغلقت المعبر لخنق الاقتصاد المحلي في محاولة لممارسة الضغط على المحتجين. التقرير لريم زغدود بوعبيدي. تواصلت المظاهرات والاعتصامات في العراق احتجاجا على سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي، بينما خرجت مظاهرات مؤيدة له في مناطق بجنوب البلاد أمس
وذلك بعد أن قاطع وزراء كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني جلسة الحكومة احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالب المحتجين. وشهدت محافظة الأنبار وصلاح الدين مظاهرات واعتصامات جديدة وسط دعوات لتوسيع الاحتجاجات يوم الجمعة. يشار إلى أن المظاهرات والاعتصامات دخلت أسبوعها الثالث في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار احتجاجا على سياسات المالكي وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات ووقف التهميش. وتصاعدت الاعتصامات بعد مضايقات القوات الأمنية للمتظاهرين في الموصل وديالى. في المقابل تظاهر آلاف العراقيين في مدن جنوب البلاد تعبيرا عن دعمهم لحكومة المالكي. قالت مصادر إيرانية إن الفريق الإيراني المفاوض الموجود في دمشق قد تسلم الإيرانيين 48. على صعيد آخر قال الأخضر الإبراهيمي المبعوث العربي الأممي إلى سوريا إن الخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري بشار الأسد أخيرا كان فرصة ضائعة لحل الأزمة في البلاد. في هذه الأثناء يبدأ معارضون سوريون اليوم اجتماعا في بريطانيا يستمر يومين، ويهدف الاجتماع للتحضير لمرحلة ما بعد الرئيس السوري بشار الأسد بحسب ما أعلنت الخارجية البريطانية. ميدانيا سمعت أصوات انفجارات في أرجاء دمشق نتيجة أعمال القصف والاشتباكات في ريف دمشق الجنوبي والشرقي. وقالت المعارضة السورية المسلحة أن مسلحيها هاجموا مقر الأمن السياسي في حرستة. من ناحية أخرى دعا 14 فصيلا فلسطينيا عقب اجتماع عقده ممثلون عنهم في دمشق إلى عودة أبناء مخيم اليرموك إلى المخيم، وعلى أن يكون مخيما آمنا منزوع السلاح يمارسون فيه حياتهم الطبيعية. تشهد القاهرة نشاطا دبلوماسيا مكثفا يستهدف إبرام اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس، حيث استقبلت القاهرة كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ومن المقرر أن يلتقي كلاهما بالرئيس المصري محمد مرسي. من جانبها قالت حماس إن وفدها الذي وصل القاهرة سيبحث مع الرئيس المصري محمد مرسي العقبات التي تعيق تحقيق المصالحة الفلسطينية وأهمها ملف المعتقلين. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية نشرتنا، وإليكم التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية المؤقت يلتقي عددا من رؤساء الأحزاب السياسية. أهالي معتمدية الفوار من ولاية جبلي يدخلون في إضراب عام. جمعية القضاة تشخص الوضع القضائي الحالي وتحركات القضاة في الفترة القادمة. واحتجاجات جديدة بالعراق وتأييد لنوري المالكي بالجنوب. فريق الأنباء يشكر لكم حسن المتابعة. تصبحون على خير.